معنا كمان أخبارنا من داخل القطاع، أهمها إصابة محمد خليل لاعب النادي الأهلي مواليد 2000 بقطع في الرباط الصليبي. أعلن الدكتور أسامة مصطفى مدير الجهاز الطبي بقطاع الناشئين إن اللاعب اتصاب بعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اللي انتهت بفوز الأهلي 2-1، واللاعب أحرز هدف كانت في التمرينة اللي بعد المباراة، وهيخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الأسبوع اللي جاي. نتمنى له إن شاء الله إنه يرجع الملعب بسرعة وربنا يشفيه. محمد خليل من اللعيبة المميزة سلوكيا وفنيا في مواليد 2000. تاني أخبارنا، الأهلي يتعاقد مع اللاعب فادي محمد إبراهيم مواليد 99 قادما من نادي اتش بي كوجي، نادي درجة أولى في الدنمارك. ودي زي ما قلت لحضراتكم دي السياسة اللي بيتبعها النادي الأهلي، إنه بيبقى فيه متابعة للعيبة تحت السن مميزة بيتم انضمامها لقطاع الناشئين. كان برضو في عبد الرحمن رجب من كوم حمادة مدافع مواليد 99 من اللعيبة المميزة، النهاردة عندنا برضو فادي محمد إبراهيم، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق خلال الفترة اللي جاية. عندنا برضو توقف بطولة الجمهورية الشباب الأهلي مواليد 97 لمدة أسبوع بسبب خوض المنتخب الأولمبي للقائين ماتشين وديين بالإمارات. نتمنى طبعا للكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي وكل الجهاز اللي معاه طبعا، كابتن معتمد جمال وكابتن وائل رياض وكابتن محمد شوقي، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق خلال الفترة الجاية مع المنتخب الأولمبي. الأهلي مواليد 2005 يستهل مشواره في بطولة البراعم منطقة القاهرة بملاقات التنمية سبورت بكرة إن شاء الله السبت، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق براعم الأهلي في مشوار بطولة البراعم. ولسه مستمرين معاكم وأخبار القطاع في الصحف والمواقع.